طيب في عام 2015 في يناير تحديدا دعت جماعة الإخوان أو فريق الأزمة أو فريق اللي بيسموه الهيئة الإدارية العليا لجماعة الإخوان في الداخل المصري بقيادة محمد كمال اللي هو تم قتله بعد كده لاجتماع لوضع سيناريوهات لمواجهة الدولة بقى. فقرروا في هذا الاجتماع استخدام العنف كخيار استراتيجي، واعتمدوا مجموعتين في هذا الاجتماع اللي هي مجموعة المقاومة الشعبية ومجموعة العقاب الثوري. كنا لأول مرة نشوف على موقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إعلان المقاومة الشعبية يطلع الافتتاح أو الإعلان التأسيسي لها في بيان تأسيسي موجود على موقع الإخوان المسلمين. فده كان إشارة واضحة أن هذه المجموعة هي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار من تياراتها. ارتباط واضح. ارتباط واضح جدا. الجماعة بالكامل العلم لم تكن تختلف مع محمد كمال، يعني هم كلهم أقروا بما دار في هذا الاجتماع وقالوا ان احنا نعتمد هذا الخيار ونستنى. فلما بدأ يفشل هذا الخيار مع الدولة المصرية ظهر محمود عزت على الصورة، في الصورة تماما وضحت الصورة، وقال لك محمود عزت ان في لا الاستراتيجية دي خاطئة. بدأت التموجات تحصل بين الفريقين، بدأت حول شكل الجماعة، إدارة الجماعة، لوائح الجماعة، القيادة أخطأت، القيادة لم تخطئ، وبدأ الصراع. لكن كان الصراع سببه الرئيسي هو ان هذا الخيار بدأ لا يؤتي ثماره مع الدولة المصرية.